جيت مهد عاشور حاجاني قال لي ايش بي واسق لك؟ قلت لك ايش ما بي. جيت للبيت كان ما ادري مخطم لي ما ادري وكان يخنقني يوديني للصفحه يظل يضرب بي بالحائط وبالقاع. وبعد ما يظل يخنق بي ارد احكي ما اقدر احكي، وهاي منه خنقني ويظل يضرب بي، وهاي منه وهاي بالعومي وانه بعد ما ادري بس ذبني بالخيس وراح بعد ما ادري بير رجال كبير. انت لا هاي الحكومه لا يعني هذا الطفل هيك بتعذبوها الشباب تعذب بالاطفال هيك يعني مناشدت الى قائد قوات الشرطه مال بابل ولا قائد شرطه المسيب المحترم الناشد نقول احنا ليش ما عندنا مفارز تركض على هيك شخصيات يعني متعذب هيك اطفال ناشدهم يعني اذا طفل من اطفالهم يصير يفعل به هكذا هيك هذا المجرمين هيك يسوون بهم يسكتون لهم استاذ رحمة الوالدك يعني شوف ضربات بوجهه وبدية وبرجلية وهذا هو بنيته هاي ضعيفة وهو طالب مال مدرسة وهيش قاعد يعني هسه هذا الطالب شي يعني باكر عقبه مدرسته شي يعني شلون يروح المدرسة شي يحكي بالمدرسة شي يقول لهم تعذبيت من كامشة وخانقة وداقة بالحائط ليش هيك استاذ يعني هسه احنا نناشد الحكومة احنا غير هذا المجرى ما عندنا. زين زين زين.